اهلا بيكم والحلقة التانية من عطف خطر. قبل الحلقة فلاش باك، سلمى وباباه عند باب البيت جنب العربية، زعلان منها جدا عشان مش عايزة تسافر معاهم، وبيقول لها يعني الحفلة اهم من سفرك مع باباكي واخواتك، وهي بتقول له مش الحفلة بس، كمان انا عندي تمرين ونفسي اكون مع صحابي، لكنه مش مقتنع وزعلان. بتسلم على اخواتها وماباها ومامتها، لكن باباها ما بيرضاش يسلم عليها عشان زعلان منها، هي شكلها حزين لاسباب لسه مش باينة. بنبدأ الحلقة. الضابط هشام بيسأل خالد عن صورة سلمى وبيقول له تعرفها؟ خالد بيرد وبيقول غالبا معرفهاش. الضابط بيقول له يعني ايه غالبا ما تعرفهاش؟ ما هي تعرفها يا ما تعرفهاش. فخالد بيرد عليه وبيقول له انا مش فاكر. الضابط مصطفى بيقول له دي بنت انفلونسر عندها صفحة مشهورة قوي على التيك توك. بيرد طبعا خالد وبيقول يمكن عشان كده اكون شفت لها فيديو ولا حاجة، لكن الضابط هشام بيقول له معلش يا استاذ خالد، يعني هي صدفة انها تكون موجودة في نفس الحفلة اللي انت مرشح لرئاسة النادي بتاعها، وبعد كم ساعة نلاقيها جثة في عربية مسجلة باسمك؟ فخالد بيرد وبيقول مش عربيتي. الضابط بيسأله امال عربية مين؟ بيرد مساعد خالد بيقول عربية الحملة، وعندنا زيها 10 عربيات مسجلين باسم خالد بيه او الباشمهندس سليمان يحيى. الضابط مصطفى بيقول له يعني العربيات دي بيتعمل بيها ايه؟ فبترد السكرتيرة وبتقول له بنعمل بيها كل حاجة، يعني بننقل البوسترات للحملة، بننقل بني ادمين كمان من فروع النادي للاماكن التانية. والضابط هشام بيسأله بيقول له يعني انت ما خدتش بالك ان العربية اختفت؟ فبيرد خالد وبيقول له والله ده مش شغلي. فبيقول له امال ده شغل مين؟ بترد السكرتيرة وبتقول له شغلي انا، لان انا المسؤولة الاعلامية عن الحملة، وغياب اي عربية مش معناه اي حاجة غريبة، معناه انها في مشوار وممكن تبقى متأخرة شوية او اي حاجة من دي. الضابط مصطفى بيسألهم هي العربية في عهدة مين؟ السكرتيرة بترد وبتقول له ده اسم السواق وعنوانه. خالد خايف الكلام ده يتسرب للصحافة والاعلام، والمساعد بتاعه بيقول له نعمل بيان نعلن فيه اننا ملناش علاقة بالموضوع ده خالص، لكن الضابط هشام بيقول له لا معلش، مفيش اي بيانات هتطلع قبل ما بياناتنا في الوزارة تطلع الاول. فخالد بيقول له طب يا ريت لو هتطلعوا اي معلومات تعرفونا الاول عشان نطلع في نفس الوقت معاكم البيان اللي بيقول ان العربيه دي ملناش اي علاقه بيها. ما بيردش عليه طبعا، لكن الضابط مصطفى بيرد وبيقول له هنحاول. خالد قلقان جدا من الموضوع ده، ومحسن بيقول له لازم نطلع بيان ونبين فيه ايه الحكايه بالظبط، وسيبك من الكلام اللي بيقوله الضابط ده كله. لكن خالد بيرد وبيقوله مش عايزين نستفزهم يا محسن، دي قضية قتل مش هزار. قال له خلاص نعمل محضر بسرقة العربية دلوقتي عشان نقول للإعلام والسوشيال ميديا اننا ملناش اي علاقة بالعربية وان العربية مسروقة. خالد بيقوله مش عايزين مشاكل مع الداخلية، لكن محسن بيقوله احنا لازم نحمي نفسنا يا خالد. بيقول له اجل الكلام ده لبكرة الصبح، انا مش عارف افكر خالص دلوقتي. الضابط هشام بيرجع بيته بعد يوم صعب، وبعد ما لغى سفره بيلاقي مامته بتصلي وكمان بنته نايمة بيبص عليها، وبعد كده مامته بتقوله ما كانش لازم تلغي سفرك، بنتك اكيد زعلانة جدا جدا. فبيقول لها غصب عني في قضية مهمة شغالين عليها من اول النهاردة، ومامته بتقوله باباك عايز يكلمك، اتصل كتير وياريت تكلمه. لكنه بيرد عليها اكلمه بعدين، يا دوبك اخد دش وانزل تاني ارجع الشغل. سلمى حالة حزن شديدة جدا، باباها ومامتها حالتهم في منتهى الحزن. جرس الباب بيرن، بيفتح بيلاقي اخوه بيسأله فين ام سلمى، قال له جبت لها دواء عشان تعرف تنام. بيسأله كمان العيال عرفت؟ قال له لسه يا حسن، لما يصحوا من النوم هاخدهم اوديهم النادي، ولما نرجع هاخد ام سلمى واروح على المديرية، ومش هقول لهم اي حاجة. انت عايزني اقول لهم ايه؟ ان اختكم اتقتلت؟ انا هسيبهم معاك وياريت تاخد بالك منهم، ما تعرفهمش اي حاجة خالص. الضابط هشام قاعد بيشوف فيديوهات سلمى، بنته بتصحى من النوم بيقول لها انا جالي شغل ومش هنعرف نسافر، بتتعصب وبتضربه بالقلم وبتعيط وبتجري، بيتأثر جدا جدا من الموقف ومش عارف يعمل ايه. لما بيقول لمامته، مامته بتقوله ما هي الدكتورة قالت ان ليها معاملة مختلفة وانت لغيت السفر. المهم ان هو طبعا بيروح للدكتور اللي بتعالجها علشان يتكلم معاها عن حالتها، وبيحكي لها ان نور سلوكها بقى عنيف جدا وعدواني وبتكسر اي حاجة قدامها وعن قصد،
وكمان عنيفه معاه في تصرفاتها. مستغرب ان كل ده ممكن يحصل عشان سفريه اتلغت، لكن الدكتور بتقول له مش موضوع سفريه اتلغت، بنتك عندها ADHD وطبعا ده محتاج معامله مختلفه ومحتاج اهتمام طول الوقت، ونور مفتقده الحنان، مفتقده الاهتمام، مفتقده كمان جو العيله اللي هي مش عايشه فيه لانها بعيده عن مامتها، ده غير ان هي راحت عاشت في 4 بيوت في الكام سنه الاخيره، وده اكيد اثر عليها نفسيا جدا جدا، ولازم تشوف حل. وانا قلت لك قبل كده ان في حل من الاتنين، يا اما انت تاخد بالك منها وتفضيه لها وقت، يا اما تعيش مع مامتها. قال لا انا مش ممكن اخليها تعيش مع مامتها ومع راجل غريب. ابو سلمى بيروح النادي عشان يودي ولاده للتمرين، وطبعا ما يعرفوش اي حاجه عن قتل اختهم. بيقعد النادي وهو حزين جدا جدا ومش عارف يعمل ايه. الضابط هشام ومعاه الضابط مصطفى بيحاولوا يحلوا لغز قضية سلمى، فبيقول له المجرم حاول يدفن سلمى في الحفرة اللي حفرها، لكن أكيد حصلت حاجة غريبة خلته سابها في العربية. وبيسأله كمان تقرير الطب الشرعي طلع ولا لسه؟ قال له التقرير المبدأ هيطلع النهاردة لكن التقرير النهائي لسه شوية. وبيسأله أنت سألت عملت التحقيقات في المكان اللي حصلت فيه الجريمة؟ ما سمعتش أو عرفت أي حاجة من الناس؟ قال له محدش عايز يقول أي حاجة وكلهم بيقولوا ما شفناش حاجة. فقال له ساعات الناس بتقول كده عشان بتخاف تتلط، لازم يكون ليك طريقتك في التحقيق وتتعلم تحقق معاهم كويس. ابو سلمى وامها راحوا المديريه للضابط هشام، بيسالهم عندهم شك في حد ممكن يكون قتل بنتهم او اي عداوات ليهم مع اي حد، فمامتها بتقوله ليه ممكن حد يعمل فينا كده؟ والضابط هشام بيقول لها هنشوف ان شاء الله وهنوصل اكيد للي عمل كده. وبيقول لها كمان البنت سر امها، مفيش اي سر قالت لك عليه او اي حاجه غريبه تكون عرفتيها عنها؟ فبترد وبتقول له ما كانتش بتحب تتكلم كتير وعمرها ما كان عندها اي اسرار. الضابط مصطفى بيتدخل وبيقول لها ام سلمى بالنسبه لموضوع التيك توك ما كانش فيه وراء اي مشاكل؟ فبتقول له زي ايه يعني؟ قال لها معاكسات مثلا، اي حاجه، اي مضايقات. فقالت له لا كلهم كانوا بيحبوها. الضابط هشام بيسالها الموضوع كان بالنسبه لكم ايه؟ قالت له كان تمام، احنا في الاول كنا متضايقين ومش فاهمين. باباها بيستأذن انه يشرب سيجاره. مامتها بتكمل وبتقول له لما كنت بدخل على النت واقرا اللي بيتكتب عنها كنت بلاقيهم بيحبوها جدا. والظابط هشام بيسالها اخر مره كلمتيها كانت امتى؟ قالت له كلمتها كانت امبارح بالليل وردت عليا، وكان قبل ما تنزل الحفله على طول. وبيسالها بيقول لها كان في صوتها اي حاجه غريبه؟ قالت له لا، كنت بطمن عليها وكانت كويسه وما قالتليش اي حاجه غريبه. وقالت له كمان ان هي بعتت لها بالليل رساله لما روحت وبتسمعوا الرساله، وكانت الساعه 11:15 وبتقول لها فيها انا كويسه يا ماما، سلميلي على بابا وعلى سليم وادم، وحشتوني قوي قوي، بحبكم كلكم. بالظبط هشام بيقول لها احنا هنحقق في موضوع الحفله ده لان ده باعتباره اخر مكان هي اتشافت فيه. بيقول لهم كمان لو حسيتوا باي حاجه مش طبيعيه لازم تقولوا لي. بتقول له امبارح بعد ما مشيت انا دخلت الاوضه بتاعتها لقيت فيديو على فلاشه هي مصوراه، وبتقول له كمان ان هي في الفيديو دوت قالت لهم ان هم هيوحشوها جدا جدا وانها بتحبهم قوي قوي، وكمان لقت لبسها ناقص واللابتوب مش موجود. بتقول له انا مش فاهمه اي حاجه، انا عايز اعرف ايه اللي حصل للبنت. فبيقول لها ممكن اشوف طيب الفيديو اللي هي سابته؟ ام سلمى بتطلب من الضابط انها تشوف بنتها، لكن ابو سلمى بيرفض بيقول لها لا مش هتشوفيها، لا مش هتشوفيها. قايل عليه وبتقول له النبي خلينا اشوفها. قال لها لا يمكن تشوفيها. الضابط هشام بيوريهم مفتاحه وبيقول لهم احنا لقينا المفتاح ده معاها، تعرفوا عنه حاجه؟ ده مفتاح بيتكم؟ قالوا له لا ده مش مفتاح بيتنا. بيقول لهم هي متعوده كانت تبات في مكان تاني غير بيتكم؟ ام سلمى بترد بتقول لا طبعا اماكن تانيه، ده ايه؟ وبتقول له الموضوع بالظبط ايه بقى يا هشام؟ بيطلب من الضابط مصطفى يروح معاهم عشان يجيب الفيديو اللي سلمى صورته وسابته في البيت. بيقول لهم كمان اتفضلوا مع السلامه. وبعد ما بيقوموا يمشوا بيرجع تاني ابو سلمى للضابط وبيقول له هتفن امتى يا باشا؟ الضابط بيبص له ويبص لام سلمى ويقول له لما يطلع تقرير الطب الشرعي النهائي، ربنا يصبركم. ابو سلمى بياخد ام سلمى ويمشوا بره. خالد وابو سليمان بيه بيعملوا اجتماع لموظفين النادي وبيحكي لهم الموضوع بتاع سرقه العربيه كله، وبيقول لهم كمان ان المباحث شغاله من امبارح عشان نعرف مين اللي سرق العربيه. سليمان بيه بيقول لهم لا خالد ولا الحمله ليهم اي علاقه بالحادثه اللي حصلت للبنت دي، لا من قريب ولا من بعيد، واي حد هيحاول يجرجرنا في الموضوع ده انا همسح بكرامته الارض وهجرجره في المحاكم كمان.
خالد معترض على اللي عمله سليمان بأبوه، بيقول له ازاي تعمل كده من غير ما تقول له احنا هنتذاكى على المباحث. بابا بيقول له مفيش فايدة، انت مش فاهم اي حاجة خالص، لما تكون مش فاهم تستنى على نفسك لما تفهم بدل ما تتنطط وتاخد قرارات غلط. البلد دي انا عاجنها وخبزها وعارف اتكلم مع مين وازاي، مباحث بقى ولا تلفزيون ولا فيسبوك ولا جن ازرق، ما بيهمنيش، اعمل انت بس اللي بقولك عليه عشان نعدي من الموضوع ده. وبيسأله تاني، انت متأكد ان مالكش علاقة بالبنت دي ولا بالموضوع ده؟ خالد بيرد وبيقول له لا طبعا، وبيقول له لو في اي حاجة لازم اعرفها لازم تقولي عليها من دلوقتي عشان اعرف ألمها. رد عليه خالد وبيقول له قلتلك مفيش حاجة. يرجع يسأله ويقول له يعني مالكش اي علاقة بالبنت دي؟ بيرد خالد بيقول له معرفهاش. قال له تمام، اقعد بقى عشان اقولك هنعمل ايه بالظبط. الضابط مصطفى راح جاب فيديو سلمى من بيت باباها ومامتها، وهو والضابط هشام رايحين علشان الولد اللي كان سايق العربيه اسمه شعبان، عايزين يعرفوا هو ايه حكايته بالظبط، لانه اكتشف ان هو سوابق ولا جه في الاستدعاء ولا يعرفوا عنه اي حاجه ومختفي. لما وصل البيت وبيسالوا مامته، مامته قالت له انا معرفش عنه اي حاجه خالص، بيكتشف ان في ولد صغير موجود في البيت لكن بيحاول يستخبى منهم، ومامته بتداري عليه وبتقول له انا معرفش حاجه، بيجي له شغلانه يوم او اتنين وخلاص على كده. فلما بيقولوا لها ده شغال بقاله شهور، قالت لهم معرفش حاجه عن الكلام ده. طبعا لما بيمشوا بيقولوا احنا لازم نستنى عشان نكلم الولد الصغير ده وهنعرف منه كل حاجة. فعلا بيستنوا وبيمشوا ورا الولد الصغير اللي بيكتشفوا انه واخد اكل ورايح مكان، بيفضلوا ماشيين وراه لغاية ما بيروح بيت تاني، ولما بيدخل البيت التاني بيتفاجئوا ان اللي في البيت ده موجود شعبان، فبيحكي له بيقول له ان في اتنين ضباط جم وسألوا عليه، بيقول لهم قلت لهم حاجة، امك قالت لهم حاجة، بيقول له لا مهم، لما بيلمحهم بيطلع يجري طبعا جدا، وبيحاول ان هم يمسكوه باي طريقة، بيجروا وراه وهو بيجري وبيفضلوا يجري وهو يجري من سطوح لسطوح ومن مكان لمكان، وهم كلهم عاملين يجروا وراه هما الاثنين، لكن لما بيحس بالخطر وان هما خلاص قربوا يوصلوا له بيرمي نفسه من على السطوح وبيقع طبعا قتيل ميت. ما تنسوش تشتركوا في قناتي، وكمان قولوا لي رايكم اكمل بقيه المسلسل ولا ايه. انا شايفه بصراحه انه حلو وشكله كده هيبقى فيه مفاجآت كتير. اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه الجايه.